ماذا يحدث هنا أيها الأحبة في أعماق المحيط حيث نرى هذا المشهد المرعب؟ دعوني أتأمل معكم اليوم مشهدا من المشاهد العجيبة التي تشهد على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذا يحدث على عمق أكثر من 5000 متر في أعماق المحيط، ظاهرة حيرت العلماء. ما الذي يجعل هذه النيران تتدفق بهذا الشكل المرعب؟ ما الذي يجعل هذه الأشكال ترسم بهذا الشكل؟ مع العلم أن ضغط الماء هنا أيها الأحبة، تصور معي يعني عمود، تخيل معي للحظة لتتصور ضغط الماء هنا. تخيل أنك تقف تحت خزان ماء تحمله على رأسك، خزان ماء يرتفع ارتفاع هذا الخزان 5000 متر. تخيل 5000 متر تضغط عليك، كم الضغط؟ هائل جدا. الغواصات يمكن أن تنفجر، المعادن القوية الفولاذ يمكن أن يدمر بسبب الضغط الهائل. على الرغم من ذلك هذه النار كما نرى أمامنا تتدفق من أعماق المحيط. انظرنا أيها أخي الحبيب، تتدفق وترسم هذه الأشكال الغريبة وأصوات مرعبة أيضا. يعني تخيل معي هذا 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 هذه الأشكال. درجة الحرارة أكثر من 1000 درجة مئوية هنا، والضغط أكثر من 500 ضعف الضغط الجوي الذي نتلقاه ونحن على سطح الأرض أكثر. تخيل أن هذه النار قوية جدا لدرجة أن المحيط لا يستطيع إطفائها. سبحان الله، المحيط لا يستطيع أن يطفئ هذه الحمم النارية المنصهرة. انظر معي، سبحان الله. طبعا هذا المشهد أخي الحبيب موجود منذ آلاف السنين، ليس حديثا، ولكن الآن فقط في العصر الحديث تمكن العلماء من النزول من خلال أجهزة كاميرات تصوير موضوعة ضمن غلاف معدني فولاذي قوي جدا يتحمل هذه الضغوط. نزلوا بها إلى هذه الأعماق وقاموا بتصوير هذه المشاهد التي نراها، والتي من رحمة الله بنا أنه وضعها في أعماق المحيط، لم يضعها أمامنا على الأرض رحمة ورأفة بنا. تخيل أنها في أعماق المحيط ومدمرة بهذا الشكل، ماذا يحدث لو أن هذه المشاهد كانت على ظهر الأرض الذي نعيش عليه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انظر معي أخي الحبيب هنا، سبحان الله، عندما درس العلماء هذه النار، طيب محيط مليء بالماء على عمق 5000 متر وأحيانا 8000 متر، هذه الظاهرة نراها، من أين تأتي هذه النار؟ طبعا عندما درس العلماء طبقات الأرض وجدوا أن قاع المحيط هنا أيها الأحبة، قاع المحيط هو عبارة عن طبقة رقيقة فقط، رقيقة جدا، يعني مثلا 20 كيلومتر مثلا. طبعا 20 كيلومتر قياسا لقطر الأرض الذي يكون بحدود 13000 كيلومتر، إلا قليلا، يعني 13000 كيلومتر رقم كبير. 20 كيلو يعني أشبه بالقشرة، قشرة الثمرة الرقيقة هنا. هذه النيران تتدفق من أين؟ من هذه الطبقة، الطبقة الثانية والثالثة من طبقات الأرض تحت هنا، وتخرج إلى البحر. معظم البراكين والزلازل والهزات الأرضية والحمم المنصهرة معظمها يتدفق من قاع البحر، لا نراه على الأرض رحمة بنا.
أنا أريدك أن تتذوق معي معنى قول الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أريدك أن تتذوق رحمة الله، هذا الإله الرحيم بنا، أنه وضع هذه الظاهرة هنا في أعماق البحر ولم يعكر مزاجنا بها، لأن هذه تطلق روائح، تطلق غازات، درجات حرارة عالية، يمكن أن تدمر، أن تحرق بيوت وشوارع ومدن، ولكن هنا كما ترون لا تفعل شيئا لأن البحر مسيطر عليها. أنا طبعا قبل أن أكمل معكم هذا المقطع، هنا قسم أريد أن أتأمله معكم، وهناك حديث أيضا سنتأمله، حديث عجيب يصور لنا ما نراه هنا، حديث قاله النبي قبل 1400 سنة يصور لنا هذا المشهد، وكأن النبي يعلم، وهو يعلم بالفعل أن الله هو الذي علمه، عالم الغيب سبحانه وتعالى. هنا بحر يغلي، يحمى، يسجر. هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المشهد؟ مستحيل. الله أراه ملكوت السماوات والأرض وعلمه علوم الأولين والآخرين، ولكن كبشر نتحدث، كبشر، هل هناك بشر لديه القدرة على أن ينزل 5000؟ سيموت 500 متر، سيموت لن يصل، ما بالك ب5000 متر. إذن هذا المشهد تم تصويره للمرة الأولى في القرن، يعني ممكن أقول أواخر القرن العشرين وبدايات القرن 21، بعد 1400 سنة من نزول القرآن. طيب كيف يمكن لبشر أن يصف لنا هذا المشهد ويقول: والبحر المسجور، المشتعل، المحمى، والبحر المسجور، انظر معي أخي الحبيب، والبحر المسجور، تصوير دقيق. طيب من أين علمنا أن كلمة المسجور تعني المشتعل؟ في آية أخرى في القرآن الكريم الله تعالى يقول ثم في، عن عذاب أهل جهنم والعياذ بالله، أعاذنا الله جميعا من عذاب النار، ثم في النار يسجرون، أي يتم إحماؤهم وحرقهم في النار، يعني والبحر المسجور، البحر المحمى أو المشتعل أو المحترق، هذا ما نراه أمامنا بالضبط. وصف دقيق للآية الكريمة والبحر المسجور، والذي يؤكد هذا المعنى الآية التالية التي تتحدث عن النار: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سبحان الله، يعني انظر معي هنا أخي الحبيب، أنا لا أريدك أن تمر مرور الكرام على القرآن الكريم، لأننا سنسأل عن هذا القرآن وسنحاسب وسنقف بين يدي الله عز وجل، سيسألنا ماذا قدمتم لكتاب الله عز وجل. نقول له: يا رب، انشغلنا بالدنيا وبمشاغل الدنيا ونسينا كلام الله عز وجل. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف نسأل عن هذا القرآن، نقول: يا رب، تدبرنا كتابك وفهمنا هذا الكتاب وخشعنا أمامه وخشعت قلوبنا أمام عظمة هذا الكلام الرائع. والبحر المسجور، يعني الله يقول: أقسم بهذا البحر المشتعل، إن عذاب ربك لواقع. أيها الملحد، أنت تنكر القرآن، فسر لي وجود آية في القرآن تتحدث عن هذا البحر المسجور. أنا أريد تفسيرا علميا منك، أنت تدعي أنك تتبع العلم وتتبع الدراسات العلمية، كيف علم النبي بوجود بحر مشتعل والبحر المسجور، ثم كيف ربطه بعذاب الله: إن عذاب ربك لواقع؟ يعني إذا علمت أيها الملحد هذا البحر ورأيته وتأكدت أنه لا يمكن لبشر أن يعلم هذه الحقيقة، ولكن النبي علمها لأن الله هو الذي علمه، إذا علمت ذلك فاعلم أن عذاب ربك لواقع
ما له من دافع. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا ويقينا عذابه وعذاب نار جهنم. طيب الآن أيها الأحبة، بعد أن تعمق العلماء ودرسوا الطبقات التي تحت هذه، وجدوا 7 طبقات للأرض ملتهبة، فقط القشرة الرقيقة هذه تعتبر باردة، ولكن الطبقات التي تحتها طبقات ملتهبة. ضمن هذه الطبقات سبحان الله هناك بحر آخر. يعني من شيء عجيب، وهذا الاكتشاف فقط في القرن 21، فقط في السنوات القليلة الماضية تأكد من وجوده العلماء أن تحت هذا البحر المسجور، تحت قاع البحر، إذا نزلنا بحدود من 400 إلى 600 كيلومتر نرى بحرا أكبر بكثير من بحار الدنيا، منتشر هكذا يغلف أرضنا. طبعا هذا البحر أيها الأحبة تتدفق منه الماء إلى البحر الذي نعرفه، وفق دورة تتم عبر ملايين السنين. هذه دورة مهمة جدا للمحافظة على ماء البحر نقيا هادئا، وللحفاظ على الحياة في البحار وعلى حياتنا أيضا. إذن لدينا هنا بحر، انظر أخي حبيب، هنا بحر تحته طبقات نارية ملتهبة يتدفق منها، تتدفق هذه النيران منها أو الحمم المنصهرة، حجارة، هي حجارة ملتهبة. ما معنى حمم منصهرة؟ حجارة تغلي. تخيل أنك جئت بحجارة وضعتها في فرن مثلا درجة حرارته 3000 درجة مئوية، تجد أن هذه الحجارة تغلي تنصهر. هذا هو ما يخرج من طبقات الأرض. تحت هذه الطبقات يوجد ماء، شيء غريب، يعني شيء لا يصدق بالفعل. هذا البحر في الأسفل هنا، وبحر في الأعلى، وبينهما النار. استوعبت أخي الحبيب؟ أنا أريد أن أقول لك حديثا نبويا تحدثنا عنه، ولكن هو جاءت مناسبته الآن. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يصف لنا البحر، ويصف لنا النار، ويصف لنا البحر على عمق 600 كيلومتر. طيب ربما يقول قائل، كيف يمكن لإنسان أن يعلم هذه الحقائق؟ نحن فقط اليوم في السنوات القليلة الماضية فقط يعني اكتشف العلماء هذه الأمور. أقول لك استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تحت البحر ماذا؟ العلم ماذا يقول؟ تحت البحر نار. والنبي ماذا يقول؟ فإن تحت البحر نارا. طيب العلم ماذا يقول؟ تحت هذه الطبقات النارية ماذا يوجد؟ يقول لك: وتحت هذه النيران وهذه الطبقات الملتهبة هناك بحر. النبي ماذا قال؟ وتحت النار بحرا. طيب أنا والله يعني أحيانا أتساءل كيف يمكن لملحد أن ينكر هذه الآية الواضحة البينة والبحر المسجور، وكيف يمكن له أن ينكر حديثا نبويا شديد الوضوح، بل يتطابق بنسبة 100% مع الحقيقة العلمية. فإن تحت البحر، هذا هو البحر 5000 متر، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يعني لا، والله لا يجحد هذه الآية إلا إنسان مكابر، معاند، معاجز، مستكبر فقط. أما أي إنسان يشغل عقله ويستخدم المنطق والعلم والعقل لابد أن يصل إلى أن هذه الآيات وهذه الأحاديث لا يمكن إلا أن تكون من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.